الحباية دي لازم حضرتك تاخدها الساعة 9 من غير ما حد يعرف أي حاجة. بعد ساعة تقريبا هتحس بمغص شديد جدا وقيء وإسهال، يعني زي حالة تسمم. ده عشان إيه الحكاية دي يعني؟ عشان يكتبوا لك الإسعاف وتروح المستشفى وتفضل تحت رعاية طبية لغاية الصبح. طب ما بدل البهدلة دي كلها أنا ممكن أخد إناس وحماية وحماتي وجروب كبير قوي ونروح نسهر في اي مكان عام. نو 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 مستر محمود، ما ينفعش، المستشفى اضمن عشان نبعد عنك اي شبهات جنائيه. اما بالنسبه لسعيد شاكر فهيقولوا كان عنده حاله اكتئاب شديد وانتحر.